وخلاص بقى يعني دخلنا في الجد والناس بدأت تنزل وتشوف شغلها، فعلشان كده يهمنا اللي احنا نطمئن على احوال الطقس من خلال زميلتنا منى الشرقاوي. اتفضلي يا منى. شكرا ليك احمد. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس يكون مائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء وبيصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وفي النهارده كمان شبوره مائيه كثيفه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وكمان في نشاط للرياح على السواحل الغربيه على فترات متقطعه. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. القاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، الإسكندرية 18-12، مطروح 18-13، سيوة 17-9، بورسعيد 18-12، دمياط 18-11، الإسماعيلية 19-10 والسويس 18-11. العريش العظمى فيها 18 والصغرى 11، كاترين 10-2، طابة 17-9، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 21-14، الفيوم 18-7، بني سويف 18-7، والمنيا 19-7. أسيوط العظمى فيها 18 والصغرى 8، سوهاج 19-9، قنا 19-10، الأقصر 21-10، أسوان 23-11، الوادي الجديد 19-7، شلاتين 25-15، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 15. نرجع لجمانة والأحمد نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا لك منى. شكرا جزيلا.